يا ود اذا عم تسمعني انا هيا خليكي عم تحكي اذا عم تسمعيني عم بسمعك انا يا ود في ايه انا وصلت على ارض مكتوب عليها منطقه نهر الدهب نهر الدهب بتعرفوا نهر الدهب دور دور على منطقه اسمها نهر الدهب قديم بتحكي مع الدكتور عمار بتخليه يشوفه اوعى غيب عن تحت عيونك يلا شباب خلينا نمشي بسرعة شباب بسرعة الو اصيل اعطيني موبايلك على السريع خيال انا عم بسمعك احكي معي اي شيء يا رب الو جهزوا السيارات بسرعة أنا سرقت سيارة الحكيم وحيد هذا واحد من العصابة اسمع لا لا لقيت جزدانه في جزدان لقلو بالسيارة رح زدلك ملحمي اسمها ملحمي خير الله ليش بدنا ملحمي خير الله ساعدني هون دخلك وضع فيه صاروا كتير وراي صاروا قراب رح كبلك يا هلا أنا بحبك كتير واشتقت لك كتير وأنا بحبك واشتقت لك يا حبيبتي جاي بالسيارة سالي